السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. وأنوه على أن مواعيد الدرس قد يحصل فيها بعض الاختلال بسبب انقطاع الكهرباء في عموم مصر ساعات بعد ساعات، فإن شاء الله إذا لم تقطع الكهرباء فنحن على موعدنا في الليل بمشيئة الله تعالى من الساعة 11:30 إلى 12:30 إن شاء الله درسا أصليا. وهذا درس استثنائي إلى أن نتأكد من سلامة وصول الكهرباء، والله المستعان. بارك الله فيكم جميعا وحفظكم الله. يقول: إذا نسي الإمام سجدة ثم رفع ماذا يفعل؟ يعني إذا نسي الإمام السجدة وقام استتم قائما يرجع إلى السجدة، لأن السجدة ركن من أركان الصلاة، وبعد ذلك يسجد للسهو في النهاية، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. وجزاك الله مثله. تقبل الله منكم صالح الأعمال، والحمد لله على السلامة عم الشيخ. الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك. الحمد لله. اللهم آمين يا رب. اللهم آمين. كان عندي سؤال لو سمحت يا شيخ. اتفضل. الله يزيد فضلك. شكرا. واحد طلق مراته عن طريق الرسالة، أول تطبيقة صريحة كتب لها انت طالع ماشي، فعايز يرجعها وهي لسه في فترة العدة. طيب، يردها ويشهد اثنين، يقول: رجعتك، ويشهد اثنين على مراجعته لها ما دامت في فترة العدة، وتحسب عليه تطليقة. حتى وهو خارج البلاد بالتليفون عادي يا شيخ؟ نعم، كما طلق في رسالة يراجع في رسالة ويشهد اثنين، لقوله تعالى: وأشهد ذوي عدل منكم. جزاكم الله خيرا. شكرا. لا تنسانا من صالح دعائي يا عم الشيخ. وانت كذلك. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا اخ سامح ويا اخت هبة الله. بارك الله فيكم يا ضفاف الكوثر وسائر الاخوة والاخوات. سلمك الله يا سلمك الله يا ام احمد وام يوسف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. الله فيك شيخ. كيف حالك يا شيخ؟ الله يبارك فيك ويسلمك. الله يحفظك شيخ. احنا كان عندنا سؤال بس بخصوص تفضل عليكم التعامل عن طريق التقسيط، عن طريق شركات التقسيط اللي هي زي شركة فاليو. لا تسمي، احسن لا تسمي، لكن اذا كانت، هل شركات التقسيط هذه تمتلك السلعة او لا تمتلكها؟ لا شيخ، احنا مثلا بنذهب الى السؤال محدد بس، سؤال محدد. نعم، السؤال محدد: هل الشركة التي هذه الشركة هي مالكة للسلعة أو تدخل كوسيط ممول؟ وسيط. لا تدخل فيها لأنها ربا، تدخل تدفع نيابة عنك ما أخذ المبلغ مع زيادة.
نقول لا تتعامل معها، هي شركة ربوية. الله يسلمك، بارك الله فيك يا وائل ابن محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. الحمد لله على السلامة، تقبل الله. ومنكم يا رب. كنا نصلي يا شيخ، فرجل من العوام دخل صلى بنا الظهر فنسي سجدة وقام. طيب. فذكروه الناس فجلس وراح مسلم. سلم قبل التشهد يعني ولا ايه؟ ده هو نسي السجدة، قام يجيب التالتة فذكروه فجلس. طيب. هو بيفكر اللي هو هيسلم يعني، راح جالس وراح مسلم، ذكروه الناس تاني راح قايم صلى جاب الركعة الرابعة عادي. تمام كده؟ ايوه. بعد ما سلمنا قلت له كده عايزين نجيب ركعة عشان كده في ركعة ناقصة سجدة. كده الصلاة صحيحة ولا ماذا نفعل؟ لا يعني هو الآن دخل يصلي صلاة ماذا؟ الظهر. صلاة الظهر. ففي الركعة الثالثة سجد سجدة واحدة وقام. تمام، هي الثانية. تمام، اصبر. سجد سجدة واحدة ثم قام، بعد أن قام سبحوا له فنزل، ما أتى بالسجدة، إنما ظن أن إنما سلم. أيوة. فذكروه فقام وأتى بركعة الرابعة كما تفضلت، نقص سجدة من ركعة ولم يأتي بها، فعليه أن يأتي بركعة جديدة ويسجد للسهو. كلامك صحيح. طب يا شيخ في حاجة كمان بقى كده. هو في بعد ما سلم في ناس سلمت معاه وفي ناس فضلت في الصلاة. على العموم كله الذي سلم معه عليه مثل ما عليه ركعة جديدة، والذين خالفوه ماذا صنعوا؟ هل أتوا بركعة جديدة هم استقلالا أو ماذا صنعوا؟ المسجد كله قام جاب ركعة ركعة كمان. خلاص الحمد لله. الحمد لله، جزاك الله خير. طيب الوقت ولا كامل، بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. نعم تفضلي. تقول لحضرتك ما حكم الشرع التسميع لعرض الأطفال؟ ما الحكم في تسميع لعرض الأطفال؟ لا بأس بصناعة لعب الأطفال. إيه؟ لا بأس بصناعة لعب الأطفال. لا مش تمام حضرتك. لا مانع من صناعة لعب الأطفال. تمام، أيا كانت هي يعني بالبلاستيك من جبس من أي حاجة. لا مش أيا كانت، الكلام إجمالي، إذا كان لعب أطفال فيها موسيقى امتنع عنها. لكن لا. طيب شكرا. حبك الله يا جهاد بن نوفل، زادك الله فمن يا هاني بن فتح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. أنا بتصل بحضرتك عشان اسلم عليك بس يا شيخ مصطفى. الله الله يسلمك ويبارك فيك ويعافيك. وعندي استفسار بسيط يا رب تقول عليه. اتفضل. فضيلة الشيخ بدر المشاري. نعم. فضيلة الشيخ بدر المشاري اخبار ايه؟ والله ما اعلم عنها شيئا. يعني كنت ما يتردد هذا صحيح؟ والله لا علم لي بالشيخ ولا علم لي بما يتردد. ربنا يجزيكم. الله يسلمك. الله يبارك فيك يا رب. وياك 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 صلى الله عليه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أخ عزة العطار، حبك الله يا مصطفى العمر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، لماذا؟ ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. أنا الحمد لله ربنا رزقني الحج العام ده، بس كنت عايز أسأل حضرتك، إحنا كنا طالعين عادي بتأشيرة شخصية، الراجل كان اللي هو كان مطلعنا كان قال لنا في تصريح ب 800 ريال وباص ب 1000 ريال. اول لما رحنا اكتشفنا ان التصريح بس هو كان وعدنا ان التصريح دوت مش مزور وكده، وكلام قعد يثق فيه ناطق فيه جدا. والباص اول لما رحنا ما لقيناش الباص، لقينا باص مكتوب عليه حافله مدرسيه
اول لما ركبني على اول الشارع ما طلعناش حتى على اول العمارات. الكمين وقفنا ورحنا الشرائع وفي ناس اتبصمت وفي ناس للاسف ما راحتش الحج عرفه وفي ناس حاولت تخش عرفه يعني دفعت فلوس وحاولت تركب باصات وتدخل عرفه. فهل لنا حق ان احنا ناخد مننا منه فلوس الباص وفلوس التصريف؟ كل حاجه تاخدوها منه. كل حاجه ناخدها منه؟ اه لانه كذاب عن عمد وقصدي. عنا يعني والله زوجي طلعني على اساس ان هو اصبري اصبري وللاسف هو حتى ما عنش عليه. انا ما اعرف هو مين بس هو لا يمكن ابدا لا يمكن يستحيل اني واحد تدفع له 800 ريال وطلع لك تصريح حقيقي. هو بيقول لي طب انا اتضحك علي انا زي لا 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 هو عارف عارف ان التصريح مزور. هو بيقول لي انا ماليش ذنب والباص حاولت اجتهد وجبت لكم باص بس ما طلعش ملخص انا ذنبي ايه او انا جبت لكم احسن ما كنت اسيبكم من غير باص. قلت له ماشي بس اسمعي كلام الاخر يا اختي بلاش كلام كثير اسمعي اسمعي بس. اولا هو يعلم ان التصريح مزور. تمام. بيشتغل في المهنه. ثانيا بالنسبه ما يتعلق بقضيه الباصات هذه السنه فعلا ممكن يكون حاجز باص غالي الثمن لكن اللي حصل هذه السنه كل الباصات يعني مثلا عدد كبير جدا من الباصات اخلف غير متعمد. لماذا اخلف غير متعمد؟ لانه راح بيودي الناس عرفات حبسوهم في عرفات لم يرجعوا ثانيين لاخذ الناس الثانيه فالناس كانت تتصرف لكن هو مسؤول. احنا بنقول له بس ان انت ولا انت دخلتنا ولا انت اي حاجه احنا عايزين بس الفلوس ونسامحك. انت حجيت ولا ما حجيتيش؟ انا الحمد لله حجيت معاه معه الحمد لله. طيب خلاص خد يعني اطلب منه فلوسي يعني اطلب منه فلوسي اطلبه جزء من الفلوس. انت ما انت حجيتي ركبتي معاه يعني لا ما ركبتش معاه انا ركبت على انا اللي نزلت وركبت مع نفسي ودفعت فلوس كتير جدا عشان اوصل عرفه. لا خذه منه بس بس هي قضيه رهيب قضيه تسمع دخلت عرفه الساعه 3 العصر الحمد لله. هي قضيه تسمع من الطرفين لكن لك عليه حقي في على ما قلتي. شكرا. ايه الموضوع ده؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخ. اتفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كنت عايز اسالك في حاجه بس يا شيخ معلش. اتفضل. دلوقتي انا والدي كان يعني كان عليه مبالغ كبيره كان شغال تاجر وكده واتسجن فتره وبعد كده طلع واتسجن تاني. فهو عشان كان يطلع كان المفروض مثلا واخد احكام نهائيه وحاجات كتير. فكان عاوزني انا امضي مكانه للناس اللي هو مرضي ليها عشان هو يطلع وبعد كده يبقى يطلع يتصرف مع الناس. فانا ما وافقتش. هل كده انا عليا مثلا عقوق او حاجه ولا يعني كان يريدك تنسجن مكانه ولا ايه بالضبط؟ عاوزني امضي للناس وهو يطلع يبقى مثلا يتصرف معاهم او يحل معاهم وبس. انا ما اعرفش لو عملت حاجه زي كده يعني كان كان يريد منك ان تضمنه يعني. اه بالظبط. ابوك هذا رجل يعني مسرف على او مبذر او ما شانه؟ والله هو راجل كان كويس جدا يعني بس هو من كتر يعني الضغط اللي عليه في السجن وكده فهو يعني مش بيفكر صح مثلا. لا يعني ضيع فلوس الناس في ايه؟ لا ده هو اتضحك عليه يعني كان في ناس ونصبوا عليه ومضوب على حاجة مبالغ كبيره غصب عنه وكده يعني. كانوا بيخوفوه يعني من السجن وكده وراحوا ومضيين على مبالغ كتير يعني. ايوه. كان تاجر هو شغال في العقارات والاراضي وكده. يعني القضيه الان هل تستنقذ اباك من السجن وتعرض نفسك انت للسجن مكان ابيك؟ تعرض نفسك يعني انا ما بضمنش الناس ممكن. طب ما ممكن اللي انا امضيله ده ما يستناش مثلا او يحصل اي حاجه ويروح يقدم وابقى انا اتبريت يعني ممكن انا اللي اتحبس وبرضه هو ممكن ما يطلعش كمان. ها؟ يعني انا لو كنت برضه مضيت للناس يعني هو برضه ما يطلعش. لو مضيت للناس ممكن الوالد ايضا ما يطلعش؟
ممكن ما يطلعش، ممكن الناس ما تصبرش. وطبعا هي دلوقتي مثلا واخده، يبقى خدوا بقى مثلا اوراق جديده، لان الموضوع بقى له مثلا فتره كبير، فيبقى خدوا اوراق جديده مثلا على شاب زيي، وهو خلاص سنه كبير يعني، فممكن يستغلوا دي فرصه او حاجه، وانا اتاذي بقى يعني، اتحبس بقى مكانه، والله اعلم كان ممكن يحصل ايه. كلمنا، انا ما وافقتش ان انا امضي عشان كده. كلمنا على الهاتف الخاص. طيب حاضر يا شيخ. هل يجوز الجمع بين طواف الوداع وطواف العمرة؟ طواف الوداع نعم، زكاة العمرة هي آخر العهد، فالرسول يقول لا ينفر أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت الطواف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا وفضلت إمام ربنا يبارك. تفضل تفضل. وينور قلبك نور. بقول لفضيلتك، ما مدى يعني إجازة اللي هي زراعة الأشجار المثمرة امام كل البيوت السكنيه، كل واحد حسب حاله يحط 5 شجرات بدل الشجر المظلل؟ لا، يبقى هي تظليل، وفي نفس الوقت يبقى ثمره صدقه جاريه، سواء بقى عن واحد عنده ابوه توفاه الله، امه. هل الملابسات الاخرى يعني هل فيها اذى للطريق العام اطلاقا؟ ده انا عاوز احول الموضوع ان يا ريت ده يعني انت تريد بدلا من الاشجار غير عامه لكل الناس اللي ليها فكر ان هو بدل ما يجيب ثلاجه، وما اكثر الثلاجات قدام المساجد وخلافه، فالفكره كلها هل في اجازه كصدقه جاريه للمتوفيين ان انا اطلع عن ابويا وازرع 3 4 5 شجرات تبقى صدقه جاريه، ولا ده الامر ده ما فيهوش اجازه في بند الجانب؟ لا، الاجازه موجوده، الاجازه ما في مانع. انت تريد تزرع شجره مثمره للناس زي عزكم الله، سواء يعني تفاح او موالح بجميع الحاجات اللي هي سهله لدى الناس كلها، ان انا لو اهتميت لكل واحد يهتم بهذا الامر. يعني عفوا، انت تتكلم عن نفسك ولا تدعو دعوه عامه للناس؟ انا بعمل دعوه عامه. هل ده جائز؟ جائز. انا مفتيش جائز بس بالقيود، الا يكون فيها بقيود منها الا يكون فيها اضرار باحد، لان ممكن مية. ما فيهاش اضرار ده يا اخي، اسمع الكلام بس الاخير. اتفضل يا مولاي. مش بنبين لك وجهه النظر؟ اتفضل. لان اشياء جربت، واحد صنع نخلة كده أمام البيت، صح، شيء طيب وممتاز، وكل يوم الأطفال والولاد والناس في البلاد التي كثيرة السكان كل يوم بالطوب يضربون النخل، فاضطر أن يؤذي ناس. أيوة طبعا طبعا أنا معاك يا خليك، بس اسمع الكلام لآخر يا أخي، اسمع الكلام للآخر بس. هل أنت في مدينة مثلا كالشروق كالعبور، يعني الناس فيها يعني الى حد ما الامر محتمل، او انت في قريه مكتظه بالسكان ولن يتركها الاولاد يوما واحدا؟ لازم ننظر الى حالك. يعني على سبيل المثال اذكر واحد من الافاضل قال انا هعمل فكره. ما الفكره؟ قال كل يوم اخلي واحد موظف عندي ياتي بقمح، عارف القمح الغله؟ ايوه نعم. ويرميه في الشارع في مكان معين امام البيت، تاتي الطيور والحمام ياكلن منهم. احسنت. الفكره ممتازه، لكن عند التطبيق العملي عمل كده، جاء الجيران يشتكون، لماذا يا جماعه؟ والنبي يقول لك في كل ذات كبد رطبه اجر. قال يا عم الشيخ، هذا الحمام ياتي يجتمع من كل مكان، وبعد ما ياكل يطلع يتغوط على ملابسنا المنشوره يوميا. لا ده عقد فني طبعا، ده مرعبه، حاجه رعبي. لا مش مظبوط. فانا بقول لك لازم ننظر الى الملابسات المحيطه. تمام، شكرا، بارك الله فيك يا شيخ عمر الحنبلي، وسلامنا للوالد حفظك الله، ويا ليت الصوره تكون احسن من هذه. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك ويبارك فيك. والله كم نستأنس بوجودكم في مصر. الله يجمعنا وياكم في الفردوس والسامعين والسامعات. تفضل. لو سمحت شيخنا، معنى قولي فإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. إن طلبوا منكم النصرة من أجل في الدين. بس اصبر عليا، إن استنصروكم في الدين.
ديني فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. هذه الآية في قوم أسلموا ولم يهاجروا، أسلموا ولم يهاجروا. ربنا قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، وإن استنصروكم في الدين قالوا يا جماعة احنا نحن نؤذى في ديننا، تعالوا ساعدونا حتى يرتفع عن الأذى في ديننا، فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، في مواثيق بينكم وبين قوم ما تتدخلوا لاستنقاذ المسلمين الذين في بلادهم للعهد الموجود بينكم وبينهم. فهم؟ فهم. بارك الله. لكن في في لفتة في قوله تعالى وإن استنصروكم في الدين، في الدين، لكن هب أنهم بينهم وبين الناس مشاكل دنيوية واستنصروك، ما أنت ملزم، إنما استنصروك من أجل أن ترفع عنهم العنة في دينهم. بارك الله فيك حسين إبراهيم، بارك الله فيكم، عافاه الله، زوجته في غيبوبة بسبب إبرة بنج زائدة. ما حكم سكن الإمام في المسجد مع عدم وجود المسكن له؟ لا بأس إذا كان هناك مكان خصصته الأوقاف لسكن الأئمة يسكن فيها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كنت أريد أن أزورك يا شيخنا، لديك مواعيد معينة؟ كلمنا على الهاتف الخاص. حسنا، شكرا لك. الله يكرمك. بارك الله فيك يا هاني العشري. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. استأذن حضرتك يا شيخ، كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا شغالة في مجال الجرافيك اللي هو تصميم الفيديوهات في الكرتون. إيه. سواء للإعلانات أو كرتون عادي. فهل رسم الشخصيات الكرتونية دي وتحريكها حرام أم حلال؟ مكروهة، ليست حراما. يعني الفلوس اللي بتيجي منها حرام يعني، ولا اشتغل فيها ككرتون ما فيهاش اي موسيقى مش بستعمل؟ لا لا استطيع ان اقول لك حرام، تركوها اولى لكن لا تأسمي. تركوها اولى لكن لا تأسمي اذا فعلتيها. الكلام مش مفهوم. اقول مطلوب مني وضع لوجو راس بقرة على المدبغات الجلدية، بس انت عامل صليب ليه بس يا رأس البقرة؟ الناس شايفينها يا عبد الرحمن ولا؟ لا لازم شايفينها بس يعني. يعني عامل صليب على رأس البقرة لا تفعل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. مصطفى. ها. إني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. لو سمحت يا شيخ، هل يجوز لي أن أقنط في صلاة الفجر ولا أقنط في باقي الصلوات؟ إذا نزلت بالمسلمين نازلة، ونحن نرى الآن هذه الأيام أيام نوازل يحتاج المسلمون فيها إلى دعاء. الله المستعان. يا رب. نعم بالله. جزاك الله خير يا محمد مرسي أبو زياد. السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخنا. تفضل. تفضلك الله. زميل لنا يعمل في مؤسسة حكومية. وتلك المؤسسة تعمل مع الأحياء والشركات الأخرى، تمام، وأثناء في ظل سياد بعض الأعطال والأشياء، تمام، اضطر لتخديم بعض الأموال تلك المرافق. أنا مش فاهم السؤال يا أخي، لما أفهم السؤال شيخنا اسأل سؤال واضح وسريع. السؤال هو بيتعامل عنده عطال بتحصل معاه في الشارع، تمام، مقدم من العملاء، بيضطر هو عشان عنده صراع العطال دي اللي هو يتعامل مع بعض المرافق سواء في الاحياء او الميه او الكهرباء، تمام، بعض من هذه الحياه بيكون معرض اللي هو يدفع بعض المبالغ الماليه. هل عليه اسم في هذا؟ الدفع المبالغ الماليه لأخذ حقه أو لأخذ شيء ليس من حقه لسرعة تقديم الخدمة للعملاء، يعني هو يسرق في إجراء الإصلاح تحت العقال. أيوة، سؤالي، هل إسراع تقديم الخدمة للعملاء بناء على دفع المال يؤثر على عملاء آخرين ويعطلهم؟
هو دفع المال يؤدي الى اصلاح. ايوه يعني يخلي العمال ياتونك يخلصوا الموضوع بسرعه. اذا اتوك عطلوا اخرين ام لا؟ لا يعطل اخرين لا باس. تمام تفضل. شكرا جزيلا. الله يكرمك. بارك الله فيك يا هاني فتحي. رقم التواصل يا عبد الرحمن الاخ مكتوب يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام شيخ مصطفى. تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ طيب والحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ حبيب. تفضل. كان عندي بس مشكله كده مع زوجتي يا شيخ. طلبت منها انها ترتدي النقاب. طيب. رفضت. بحجة ان هي النقاب ليس فرض وواجب في هو سنة يعني. دلوقتي انا داخل في موضوع ان انا غطيت عند اهلها دلوقتي. بحيث ان يفرض عليها يعني فرضت على نفسها النقاب اهلا وسهلا ترجع. ما فرضتش لا يبقى كل واحد في حاله. ما عليك مشكلة. ما علي. لا ما عليك مشكلة. انت رجل جزاك الله خيرا دين وتريد ان زوجتك لا تكشف وجهها امام الرجال. تمام. ما طلبتها انت بمنكر وهي العاصيه. هي الحمد لله اللبس محتشم دايما لكن ما تتكلمش يعني قناعاً. يعني انت راضي ان زوجتك تكون كلاء مباح لكل الناس ينظرون اليها؟ لا طبعا. لا خلاص. لا جزاك الله خير. لست بأس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا عايشة بدولة أوروبية وزوج يعني أنا زوجي متوفي. الله يرحمه. وأنا قاعدة مع أمي. الله يسلمك. فهو بيشتغل بمحل ببيع بيتزا ولكن هي حلال. في نوع من أنواع حلال وفي نوع تاني بيحطوا له اللحم مقدر من منتجات الخنزير. ايوه. فهو بيشتغل هو يعمل في توصيل الطلبات. يعني زوجك يعمل في توصيل طلبات مطاعم منها لحوم حلال ومنها لحوم مشوبة بالخنزير. بالضبط بالضبط. وهو سألني انه بده يستعار سيارتي لانه سيارتي اصغر فهي مناسبة للتوصيل اكثر. أيوة. فأنا قلت لازم أسأل على هذا الموضوع يعني حسيت إنه في شبهة إنه بده يودي بالسيارة. الله يزيدك إيمانا يا رب ويزيدك ربي حرصا. خلاص ما دمت أنت أدمت أنت كده الله يزيدك توفيقا. قولي له اشتغل عمل حلال وأنا فداك وسيارتي فداك لكن العمل يكون حلال. كلامك طيب. أو تشتغل في البيتزا يعني الحلال فقط. بس كده خلاص كده. اشكر الله ثم اشكرك. ادعي لي يا اختي عبد الرحمن. اماني ادعي لي. الله يبارك فيك ويحفظك يا اختي. امين. اللهم الحمد لله. في ناس حريصه على دينها. جزاها الله خيرا. السلام عليكم. يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخنا شيخ مصطفى بارك الله فيك كيف حالك؟ الحمد لله انا بخير الحمد لله. الله يسلمك. الله يسلمك. شيخ ما الله يبارك فيك. انا الحين في المطار ومسافر عن الكويت. ان شاء الله. قل ان شاء الله. ان شاء الله. الله يبارك في عمرك. ان شاء الله طيارتك بعد الساعه 7:30 قبل اذان المغرب. ايوه. واتصل الى الكويت الساعه 10. اجمع جمع تاخير المغرب مع العشاء. حينما اصل الى الكويت. نعم. جزاكم الله خير. الله يبارك. الله يسلمك. بارك الله فيك يا فاروق بن مصطفى. السلام عليكم. يا فاروق السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. الله يبارك لك. مولانا هو انا اقدر اثار الطلاق الاغلاق من طلاق يعني معنى كلمه طلاق في اغلاق. اولا حديث لا طلاق ولا اعتاق في اغلاق حديث ضعيف. لكن ما معنى الاغلاق كتفسير؟ من العلماء من يقول الاغلاق كل شيء يغلق على العقل يقفل العقل يجعل صاحبه يتصرف تصرفا كأنه لا عقل له. يعني أغلقت على عقلي يعني حبست العقل أو حبس العقل فأصبح صاحبه يتحرك كأنه لا عقل له. فمن العلماء من قال
الإغلاق الغضب الشديد الذي أغلق على عقلك. من العلماء من قال الإغلاق الإكراه، واحد مكره فخلاص مكره ما يستطيع يتصرف تصرف هو عاقل، فهذا عن معنى الإغلاق. قولان، أحد القولين الإغلاق الإكراه، القول الثاني الإغلاق الغضب الشديد الذي يغلق على العقل فيتصرف الشخص كأنه لا عقل له، والكلمة تشمل الاثنين. أما عن حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق كسند ضعيف، أما كمعنى فالمعنى أختار هذا المعنى إذا حصل الإغلاق. فسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما وجد القوم يعبدون العجلة كسر الألواح، والألواح نزلت من عند رب العالمين سبحانه كالقرآن، بل نزلت الألواح من عند الله وكسرها وعفى الله له عنه في هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. وسيم سيد ولا مش عارف كمل يا وسيم، قطعت اسم والدك ليه يا وسيم؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. بقول لك يا شيخ، ممكن أقابلك يعني؟ ممكن، مقابلة غرام يعني ولا مقابلة علم شرعي ولا مقابلة ايه يعني؟ اعرف. لا، في موضوع كده عايز اقابلك فيه، بس مش هينفع تليفون. والله انت من اي البلاد؟ اليوبية. ممكن تقابلني، ايه المشكلة؟ بس كلمني في الهاتف لحد الموعد اللقاء. بارك الله فيك. انت عايزه في اي وقت تحب. ها؟ كلمني على الهاتف الخاص، الله يحفظك. ايه؟ كلمني على الهاتف الخاص. ايوه، ما عنديش. ممكن تخلص الموضوع الان اذا كان يعني ممكن، يعني ما فيش فيه احراج. والله كتير مش هينفع تليفون. والله مش هينفع في التليفون. الله يبارك لك يعني. 0153333883. طب اتصل عليك انت. يا اخي بعت رساله ونطلبك، لان عندنا الكهرباء تقطع هذه الايام في مصر، ولا نستطيع ان نتحكم في 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 الاوقات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. اتفضل يا حبيبي. والله يا سيدنا، كان لي استفسار بسيط من حضرتك. ان انا كنت شفت لحضرتك فتوى على قناة صفا ان احد الشيعة الروافض يتهم ام المؤمنين رضي الله عنها. خلاص عفوا، لا تتكلم في، لا تعيد الكلام المذكر بالاسى. تمام يا سيدنا. ايه، احترم يعني امهات المؤمنين. اكيد يا سيدنا. مش هو بيتكلم ان السيدة عائشة كانت برضو هيتكلم. يا اخي ارجوك، ارجوك. وانت قلت له لا يا اخي الكريم، ارجوك لا تعيد الكلام، لا تعيد الكلام. غلط. تمام يا سيدنا، انت قلت له هي اجتهدت فاخطات، كيف لها ان تجتهد في هذا وهي اصلا لم تنجب ولم تحمل ولم يكن لها. بس خلصنا. الاخ يتكلم عن مساله ارضاع الكبير، يعني امراه رضع منها شاب فحل، أصبح هل هذه الرضاعة تحرم أو لا تحرم؟ فالجماهير من العلماء على أن الرضاعة تحرم، لا تحرم أصلا، الرضاع الكبير لا يحرم. واحد رضع من زوجته لا يصبح ابنها من الرضاعة، لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فتمام الرضاعة بعد حولين، عند انتهاء الحولين. عائشة أمنا رضي الله عنها لها رأي حاصل أنها ترى جواز إرضاع الكبير وأن إرضاع الكبير لا يحرم. هذا رأي أمنا عائشة، خالفها جماهير الصحابة في ذلك. حجتها أن سهلة امرأة أبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، إن سالما مولى أبي حذيفة منا حيث تربى في بيتنا، فأصبح شابا، وإني أرى في وجه أبي حذيفة كراهية دخولي علي. قال: أرضعيها سالة تحرمي عليه.
أرضيها سهلة تحرم يعني كيف أرضيها وهو كبير يا رسول الله؟ قال قد علمت أرضيها سهلة تحرم عليه. الجمهور يقولون هذا خاص بسهلة للنصوص الأخرى. عائشة لا اجتهاد اجتهدت وأخطأت، ما في البشر يصيبون ويخطئوا. بس السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الحمد لله على سلامة حضرتك شيخ. الله يسلمك. خليك معايا كده لحظة. أحمد بن سمير يقول نعم يجوز للضرورة. ما الذي يجوز للضرورة أحمد بن سمير؟ ما يجي شاب زميلك فحل يرضع من أختك تمشي الأمور يا أحمد بن سمير؟ ترضى بذلك؟ تعليك مئة الشباب حالا يرضى من أمكم من أختكم. صح صح يا أحمد. السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام. شيخنا معلش عندي سؤالين. تفضل. أول سؤال يا شيخ، أنا يعني أدم الحاجة في الدين مش كفر بزود فيها، يعني مثلا حتى حضرتك مثال، أنا بحلف كتير كذب، أحلف كذبا يعني أحلف بالله كذبا كتير. كذاب يعني؟ نعم. أنت كذاب. ماشي يا شيخ. فأنا يعني فأنا بحس إن أنا متهاون في الموضوع ده، أدم مش كفر يبقى خلاص. بس أنا يا شيخ مش قصدي استهزاء بالدين والله، فأنا يا شيخ أنا كده استهزأت ولا حاجة؟ أنت لست بكافر بس كذاب، أنا عشان كده اختصرت عليك الكلام. أنت تتعمد تحلف تقول أقسم بالله أنني ما فعلت وأنت فعلت، شخص كذاب. نقول لي توب إلى الله من هذا الكذب. تمام يا شيخ. في سؤال تاني بس هترجع عن الكذب ده ولا لا، ولا استمر يعني؟ لا هرجع والله. أنا خلاص، أنا أول ما تذكرت الموضوع كده خفت فسألت حضرتك وخلاص مش هعمل كده تاني إن شاء الله. جزاك الله خير الحمد لله. الله يخليك يا شيخ. السؤال التاني يا شيخ، أنا في شخص أعرفه يعني أنا آسف في الكلمة يعني عملت فيه مقلب وضحكت الناس عليه. يعني سخرت منه، فهو ده عليا قال لي مش هسيبك وعاوز أدعي عليك في كل صلاتي وكده. فهو يعني عمال يدعي عليا، وفي ناس بتوصل إن هو بيدعي عليك بحاجات صعبة، فأنا مش عارف أعمل إيه يا شيخ، وأنا والله العظيم مش هعمل كده تاني، بس أنا الشخص ده مش عارف أوصل له، مش عارف حتى أقول له أنا آسف، لأن هو عامل لي بلوك من كله. يلا مش عارف أعمل إيه يا شيخ. يمكن أنت عملت حاجة كبيرة معاه. هو انا سخرت منه يعني، خليته يصدق حاجه وفي الاخر يعني عشمته بحاجه، وفي الاخر ما قلت له ده مقلب وضحكت عليه وكده يعني. ما في اي رجل صالح يوصلك به؟ في ممكن دخل شخص صالح يصلح بينكم. خلاص الاخ احمد سمير كان ظننته يسال عن الرضاع الكبير، لكن يبدو انه يتكلم يجوز للضرورة، مش فاهم ايه زي ما يتكلم على شيء اخر. السلام عليكم. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اسمح لي بس اسجل مكالمة مولانا لو سمحت. سجل تفضل. بقول لحضرتك يا مولانا، زوجتي تعمل نعم زوجتي تعمل في مكتب تحفيظ قرآن. زوجتك تعمل في مكتب لتحفيظ القرآن وبعد؟ تمام. اول فترة الصباحية كانت بتشتغل من الساعة 9 الصباح لغاية الساعة 1 الظهر. تعمل من 9 صباحا إلى 1 ظهرا وبعد؟ تمام. وبعد بتشتغل في فترة ثانية فتحوا مكتب ثاني، بس المكتب الأولاني في البيت عندي، المكتب الثاني في البيت الثاني، بتشتغل نص ساعة مثلا من بعد العصر، بتشتغل ثلاث أربع ساعات ثانيين. طبعا كده فترتين. طيب إيه المشكلة يعني واحد زوجته بيشتغل فترتين في التحفيظ، ما المشكلة؟ المشكلة في تأثير في البيت عندي أول شيء. ها؟ في تأثير في البيت عندي. في تأثير في أنا دلوقتي منعها في الفترة الثانية تقوم اسم عليا. مش أنت معاك فلوس تصرف على زوجتك؟ أنا معايا فلوس؟ لا هي مش بتعمل للمال يا مولانا. أيوه. هي مش بتعمل للمال، هي بتساعد الأخوات وتحفظ معاهم. لوجه الله يعني. مش بتعمل عشان خاطر مبدأ المال. على كل اشكر الله أن جعل زوجتك حاملة لكتاب الله ومعلمة للقرآن احمد ربك على ذلك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. ثانيا قل لها إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. سدد وقارب يعني، تعال على نفسك شوية. طب ده الشق الأول من السؤال. في شق تاني، أنا معانا مؤسسة خيرية. أنت عندك فلوس يا اصبر علي، عندك فلوس؟
نعم. معك فلوس يعني كثير؟ اه الحمد لله. طيب ما ممكن تشتري تستأجر خادمة تكون مع زوجتك تساعدها في أعمال البيت وت... عندنا ما ينفعش من وضعنا في العملية، مش يعني عشان يعني هي هي بتحب حد يعمل لها حاجة ها؟ فبتحبش حد يشتغل يعمل لها أي حاجة في البيت عندي. خلاص قول لها اعمل يا حبيبتي، مش عايزة حد يشتغل. ده أول شك من السؤال، تاني شك أنا دلوقتي عندنا في مؤسسة في البيت اللي أنا عايش فيها في مؤسسة خيرية. طيب. تمام، أنا بروح أساعد معاهم، يعني مثلا ممكن كل يومين ثلاثة يحتاجوني في اجتماع في أي شغل في أي حاجة، ممكن أروح أقعد معاهم ثلاث ساعات أربع ساعات. مجانا أيضا لوجه الله. طبعا التليفون بتاع المؤسسة أول ما بيجي لي الزوجة بصغطة بتقول لي لا هتروح وهتسيبنا. طب انا عدم تنسيق الاوقات مع بعضينا ممكن ما اقعدش معاهم في البيت، تقول لي لا انت كده تاخد من وقتنا. لا طب انا دلوقتي في مشكله بالنسبه لك، انت شغاله فترتين وانا برضه زي ما انت عايز. خلاص يا حبيبي الموضوع سهل باختصار، انت تنازل شويه عن شويه جزء من وقتك، وهي تتنازل شويه وخذوا بعض بالاحضان وانتهى الامر، المشكله خلصت يعني. اي الموضوع يعني انت الان تعمل اعمال بر تاخذ ساعات طويله، وهي بتعمل اعمال بر تاخذ ساعات طويله، انت شحيح عليها وهي شحيحه عليك، وفر شويه وهي توفر شويه، خلصنا الموضوع. صح يا عمر؟ ماشي. قول لي يا عبد الرحمن. خلي توفر شويه ساعه وهي توفر ساعه وخلاص المشكله. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. بالله عندي سؤال بخصوص زكاة الذهب. عندك سؤال بخصوص زكاة الذهب؟ ما السؤال؟ أختي لها مبلغ من المال عندي، هو ميراثها أصلا من سنة. أختك لها مبلغ من المال عندك هو ميراثها، وبعد؟ هي رفضت ان هي تاخد الفلوس بتاعتها من سنه تقريبا. ايوه. انا عشان احافظ لها على المبلغ ده. لماذا رفضت؟ هنا السؤال. يعني سابته عندي عشان تحافظ عليه، مش عاوز تاخده عشان ما تصرفش. لا ولا استقلته. نعم. استقلته، هي موافقه وراضيه وكل شيء. ماشي. هي فطبعا انا عشان احافظ لها على المبلغ ده عشان قيمته ما تقلش اشتريت بيه ذهب. طيب. موجود عندي. طيب. هل يجب عليه الزكاة؟ ها؟ هل تجب عليه الزكاة بعد الحول؟ ايوه بلغ النصاب هو. ايوه بس هو موجود معايا حاليا على سبيل الأمانة لها، يعني أنا هي فلوسها هو يعني الآن هي التي تزكيه، يعني أنت اشتريت سبيكة ذهب لزوجتك تحافظ لها على مالها. هل هذه السبيكة بلغت النصاب وحال عليها الحول أم لا؟ نعم. خلاص تزكى. تزكى يعني. نعم. ميراث أختي يعامل بنفس المبدأ. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. لا السلام. تفضل. الله يكرمك يا شيخنا ويبارك في حضرتك. يا شيخنا الآن لو أن بنتا عندنا مخطوبة لرجل وعقد عليها ثم قدر الله بعد ذلك ويعني إيه الأمن أخذوه. كم سنة؟ البنت ولا هو؟ لا المحبوس بقى له كم سنة يعني؟ هو لسه متاخد مثلا من يومين ثلاثة. لكن مش دي الاشكاليه يا شيخنا، الاشكاليه انه البنت دي هو قال انه اتخذ قبل كده شهر وانه هو ما عرفوش حاجه وانه هو ما فيش اي حاجه دينه يعني وكده. فلما اتخذ المره دي اتضح ان هو كان اتخذ قبل كده ست شهور من شهر، واتضح ان هو مصنف تبع جماعه داخل مصر. فده هو الان كده. عفوا عفوا كونه اخذ من قبل، كل الناس بتاخذ وترجع تأخذ وترجع، لكن كونه كذب ينظر إلى الكذب، فقضية تسمع عن قرب يعني. إذا وجدت الآن يا شيخنا هل إن هي لو الأهل رفضوا إن هم يزوجوه بعد ما كذب عليهم هل ده في؟ لا أستطيع أتكلم لم أسمع عن قرب. الساعة الأخيرة من يوم الجمعة
هل يستجاب فيها الدعاء أم هي أي ساعة؟ العلماء لهم أكثر من قول في تعيين هذه الساعة، وصلت إلى 40 قول، لكن على العموم لم يثبت فيها خبر إلا الأصل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. لو تتصل اطمن لسه على حضرتك. مشكورا جزاك الله خيرا. في حد في التعليقات يا شيخ افتى دلوقتي بجواز تعلم المرأة السباحة. تعلم المرأة السباحة؟ اه. وهل تعلم استنى بس يعني عفوا يعني تتعلم وحدها يعني ولا على يد امرأة؟ على يد رجل، مدرب رجل. طب ما يرضى يجيب زوجته وانت تدربها ولا ايه؟ قلنا له كده بس هو يعني خلاص لا تقبل فتواه، هو مش مفتي يعني، بس خلصنا الدور. في مشكلة يعني؟ ايه؟ هل هناك مشكلة؟ واحد تكلم خلاص، سيبه يتكلم خلاص، كلامه غلط. انت اسأل سؤالك، اسأل سؤالك، هل امرأة تدرب رجل، هل رجل يدرب امرأة أجنبية؟ لا يجوز، انتهى الأمر. ما تشغلش نفسك بالك كتير، اللي بيكلموا كتير ناس يعني ما تضيعش وقتك معهم. ما هو مفتي عشان تدخل صدر الينا فتوى يعني. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يا شيخ. نعم. لدي بعض الأسئلة يا شيخ. سأل وأوجز. أنا علي أكثر من كفارة يمين. وبعد؟ الغالب على ظني عدد كبير. ماشي، كم يعني؟ يعني ما يقارب 50. خليهم 60. طيب. بس هل أنت كنت معقد اليمين في كل هذه الأيمان؟ لا، كل واحدة يمين مختلفة. لا يعني معقد من قلبك؟ نعم. أيوة، كلها على كفارات. وبعد؟ تمام يا شيخ، أنا حاليا لا أستطيع أن يعني أدفع الزكاة لهم، كل الكفارة لهم كلهم. صم حسنا، لكن أثناء صيامي لو توفر لدي المال أكمل صوم تكفير بالصيام أم أدفع من المال الذي بقي عندي؟ كل جائز. حسنا يا شيخ، شكرا. عبد السهيلي، ما موضوعك يا عبد السهيلي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ، عامل ايه؟ الحمد لله بخير. الحمد لله. بعد اذن حضرتك، انا يعني ليا اختي كانت مخطوبة واتكتب في كتابها من شهر تقريبا. ايوه. فاللي هو خطيبها او زوجها حاليا عمل معانا مشكلة، طلب اللي هو اللي هي اللي ان شاء الله لما يجي لها زيارة لازم تفتح له بلبس بيت، معذرة اللي هي تكون بيجامة وبشعرها. فأنا لما أختي كلمتني في النقطة دي فأنا رفضته، قلت له هو حقك لكن يعني الفتاوى بتتغير. هو خاطب ولا عاقد؟ نعم. يعني يريد الخطوبة ولا العقد؟ هو لا، عقد من شهر، وبعد ما عقد قال لها الموضوع ده، قال لها اللي انت تفتحي لي او انت اللي تفتحي لي الباب بشعرك وبلبس بيت اللي هي بجامه او كلبيه او حاجه زي دي. وهو عاقد عليها. وهو عاقد، كتب كتابه بعد ما كتب كتابه. طبعا لما قالت لي انا رفضت، قلت لها يعني احنا بزمن فتنه فالفتاوى المفروض بتتغير وكده، فرفضت. فلما بلغته حلف علينا، قال لها طب والله ما انا داخل البيت ولا هو بيمت البيت، بحيث الا لو اتصلت عليه وقلت له انا هفتح لك بلبس البيت عذرا او بشعر. ما فيش مشكله، هي زوجته. يعني حضرتك يجوز؟ اي يجوز، مش هي زوجته؟ زوجته، هو قتل على كتاب عليه. كعقد عليها ما فيش مشكله، خلاص ما تعقدش. يعني في زمن الفتنه اللي احنا فيه مثلا. فتنه ايه بقى؟ ما خلاص هي زوجته، هي زوجته. تمام، يجوز يعني. بس يكون معاكم في حارس عندكم. شكرا. خلاص، سمعت او لم تسمع، المهم يجوز. السلام عليكم. رقم على التليجرام كم يا عبد الرحمن؟ تكلم حسن المهتم ولا من المهتم بالتليجرام؟ الله يهديه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ طيب ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين. عندي سؤال يا شيخ. سأل يا حبيبي. هل يجوز للنساء المنتخبات العفيفات أن يظهرن
على البثوث المباشرة. على ايه؟ نعم، على ماذا مش أن يظهرنا على البثوث المباشرة؟ على البثوث؟ نعم، البثوث. أو أن يخبرنا الناس بمرزى دينه، أو أن يتلقوا منه الناس، سواء كانوا رجال أو نساء. بس وضح لي، يعني أنت تسأل هل يجوز المرأة الخروج الآن أمامنا على التلفزيون أو على القناة ونتحدث معها ونسألها وتجيبنا بهذه الطريقة ولا إيه بالضبط؟ نعم نعم. والله الدينة تبتعد عن هذا، تطلع وجهها متغطي، ما تطلع وجهها مكشوف لا. يعني لو اختياري. هذا اختياري والله، إذا أمنت الفتنة. نعم، جزاك الله خير. أو إذا كانت من القواعد من النساء يعني متهلكة متهلكة يعني ليس فيها رمق. نعم. قاعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح من يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة متهلكة ويستعففن خير لهن. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك وعودا مباركا يا رب، وافتقدناك يا رب وإياك والسامعين والسامعات يا رب. اللهم تابع لحضرتك دائما بين الحج والعمرة. آمين يا رب، ولك والسامعين والسامعات بمثل يا رب. اللهم آمين يا رب. أنا اتصلت أطمن على حضرتك، وسؤال صغير كده، يعني بما إن إحنا يعني سمعنا صوت حضرتك المبارك أسألك سؤال صغير. عامل المسجد بس كان سألني، هو العامل المسجد فيه جزئين منهم جزء خارجي كده يا شيخ مصطفى، محطوط فيه كولدير مية وعزك الله مكان لبعض الأحذية والكلام ده كله، فأنا فوجئت إن العامل بيصلي فيه منفردا، يعني ما تخشش في الجزء اللي جوه مع الجماعة، تمام؟ فلما سألته أنت بتصلي بره لوحدك ليه كده؟ يعني قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين، فقال ما أنا بخاف من الحاجات دي تتسرق، لأن حصل كذا وقعة سرقة، فهل يجوز لي إن هو يصلي منفردا كده شيخ مصطفى ولا؟ يعني الجزء السؤال من شقين يعني. نعم نعم يا شيخنا؟ السؤال من شقين، الشق الأول هل تجوز صلاة المنفرد خلف الصف؟ أختار الجواز. وذلك بناء مني على تضعيف الحديثين أمره أن يعيد لما صلى منفردا، والثاني لا صلاة للمنفرد خلف الصف. وفي حال تحسين الحديث فإن نفي الكمال ليس بنفي للأصل، لأن أبا بكر ركع خلف الصف منفردا بعدها دب دبيبا حتى دخل في الصف، فلو كان تكبيرته باطلة لأمره النبي بالإعادة. ثم في علة أخرى وأتى بها وهي حراسة النعال، تكون ضرورة إن شاء الله. الله خيرا، ونسألك في دعوة مباركة في هذه الساعة الطيبة يا شيخ مصطفى. الله يسكننا وإياك والسامعين والسماعات الفردوس، ونجعلنا وإياكم سعداء في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم أمين وإياك يا شيخ مصطفى. الله يكرمك. بارك الله فيك يا شيخ يوسف الحسيني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ ممكن. حضرتك، أنا ابني عنده توحد، ده مرض بيجي للأطفال الصغيرين. الولد ده لقيته متجه عايز يعمل بيانو، يعني يلعب بالبيانو، قالت عصف. لما رحت وديته عند دار كده تبع الأوبرا المصرية أو كده، قالوا لي لا ده احنا هنتبناه، الولد ده شاطر قوي في الحتة دي، وأنا خايفة لو كنت بعلمه حاجة حرام، لأنه هو برضك يعني ما يفهمش قوي. لا ترسليه إلى هناك، ابحثي عن بديل والله يصلحه. امين يا رب العالمين. سؤال تاني ممكن لحضرتك؟ ممكن. حضرتك، احنا اهل زوجي، نحن مش احنا، نحن اهل زوجي، مثلا هو بيدخل لهم جمعيات وحاجات وكده، واحنا بنضغط على نفسينا عشان نعمل الجمعيات والحاجات دي. فاهل زوجي جم لقيت مثلا حماتي اللي هي والدته بتقول لي ان احنا مثلا جبنا مثلا بثلاث جمعيات مثلا ب 75,000، جبنا لكل واحده منهم ذهب للبنات بناتها التانيين، واحنا بنبقى ضاغطين على نفسينا علشان خاطر ندفع لهم الجمعيات والحاجات دي، فهل يجوز ان احنا نبقى يعني كده ولا خلاص زي ما انا؟ والله ما فاهم حاجه. نعم. مش فاهم ايه الموضوع يعني. لا يعني هل يجوز ان احنا نضغط على نفسينا؟ هو جوزي مش عايز يقول لهم ان لا بلاش، لا ما تاخدوش. يعني حماتك بتجمع فلوس من ولادها الصبيان؟ لا من ابني، بس هو ابنها الابن الوحيد اللي هو زوجك يعني. وانت عايز تقول زوجك ما تدي لامك حاجه، امك غنيه واخواتك ثريات، والعجوز بتجمع فلوس حتى تستر على البنات، ومرات ابنها اللي هو انت تقول لا احنا مالنا، خلهم يشتغلوا. انت كده حرام عليك يا شيخ، لو انت مكانها هتبقى عامل ايه؟ بس
لو انك انت الام التي تريد ان تسيطر على بناتها. لا بس وتعمل... عايز اقول لحضرتك حاجه يا شيخنا، بناتها ما شاء الله ما يكونون حلو، في واحده منهم اغلى مننا بكتير يعني. ماشي خلاص، وللغني ماشي، بس خلينا زي ما احنا يعني. زوجك رجل رشيد ولا مختل عقليا؟ لا رشيد. خلاص سيبيه. لا رشيد لا. خلاص لا تتدخلي في شأن مدام رشيد. نعم. لا عبد الرحمن. وسيم سعيد، كيف نكلمك من ألمانيا؟ أقول كلمني في الهاتف يعني، كيف يكلمنا من ألمانيا عبد الرحمن؟ مش قلنا افتح التليجرام يا عبد الرحمن، خذ رقم الخاص 0100533333. يا اخ ابراهيم بن رمزي، لا يخفى عليك احوال الكهرباء وانقطاعها، فقلنا نستغل هذه الوقت. ان فتحت الكهرباء ليلا انشانا الدرس على المعتاد، ما فتحت الكهرباء ليلا فالحمد لله نكون ما حرمنا انفسنا من استماع اقوال اخواننا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لك شيخنا ده صح، ربنا الحمد لله، الله يسلمك، ربنا يبارك في عمرك ويحفظك يا رب. وياك. في بالنسبه لسوره الملك قراءه، هل هي يعني في الحديث حديث صحيح؟ لا ضعيف. 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 قراءه سوره الملك كل ليله حديث ضعيف، كذلك ان تقي فتنه القبر حديث ضعيف. ضعيف. نعم ضعيف. السؤال الثاني بعدين حضرتك، عند دفن الميت نقول بسم الله على ملة رسول الله؟ هذا موقوف على عبد الله بن عمر، من كلام ابن عمر. بسم الله على ملة رسول الله؟ من كلام ابن عمر، معلول مرفوعا، والصواب انه من كلام ابن عمر. بارك الله فيك. عفيك. بارك الله فيك يا دكتور عبد الغني، حفظك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ طيب والله الحمد لله. الحمد لله على السلامة وحجي مقبول إن شاء الله. الله يبارك فيك. الله يديك الصحة يا شيخ. بص يا عم الشيخ، في حضرتك سؤال بس في الزكاة. سأل. دلوقتي في واحد لي عندي دين، فأنا بجمعه له، هو مبلغ كبير يعدي النصاب، فهل لو جه ميعاد الزكاة بتاعتي أطلع على الفلوس دي زكاة ولا لا؟ لا، هو المسؤول عن المال، ماله، والله قال خذ من أموالهم، والنبي قال تؤخذ من غنيهم، افترض عليهم زكاة في أموالهم، أما أنت مدين مسكين. تمام. سؤال تاني معلش حضرتك، في آية بسم الله الرحمن الرحيم، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. معنى الآية دي إيه؟ هذه الآية شقت على الصحابة لما نزلت، إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فأتوا النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله، آية شديدة نزلت عليك، أنت أمرتنا بالجهاد فجاهدنا، وبالصوم فصمنا، وبالصلاة فصلينا، وبالزكاة فزكينا، لكن آية نزلت شديدة علينا يا رسول الله، قال وما هي؟ قالوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال لا تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، فنزلت الآية التي بعدها ناسخة لها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، قال الله قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، قال الله قد فعلت قد فعلت، كذا وردت. لكن أضيف إلى ذلك شيئا، هناك تفصيل في أعمال القلوب، أعمال القلوب في خواطر تمر على القلوب وتمشي بسرعة، هذه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا تؤاخذ بها، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام، إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. لكن في هناك أمور ينعقد عليها القلب، كحب شيوع الفاحشة في الذين آمنوا، كالحسد، فإذا أحببت ذلك وانعقد عليه قلبك تأثم، ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخنا. سمحت يا شيخنا، عايز أفسر عنك عن حاجة.
ماذا؟ في مبلغ من المال اتحول عن طريق الخطا. ايوه. بقاله كده اسبوع. ايه. اذا اتصلت بالبنك. كبير كبير، مبلغ كبير. 10,000. اصبر لمدة سنة. نعم. اسأل اهل الاختصاص. اسأل اهل الاختصاص كيفية الارجاع، ولمدة سنة تصبر. جمعة اذا مرت السنة وما جيش استمتع به. تمام. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله انا بخير، الحمد لله. بارك الله والله. احبك الله والذي احببتنا له. ممكن سؤال يا شيخ؟ اتفضل. هل في فرصة اني اطلب العلم عند حضرتك؟ كلمني في الهاتف. كلمني في الهاتف ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل مولانا. اخبارك؟ كم بك يا عبد الرحمن؟ الله يسلمك، تفضل. حضرتك كنت عاوز اسأل حاجة كده في فودافون كاش. فودافون كاش. في المحلات كده بيعملوا لأصحاب المحلات مع بعض، لما بيبعتوا لبعض فودافون كاش مش بياخدوا مقابل زيادة. طيب. في ناس بتعمل حاجة كده، يبعت لبتاع المحل 20,000 ويقول له اخدهم بعد اسبوع، بس اخده مثلا 20,200 جنيه. ده حرام ولا حلال؟ حرام. يوسف، الساعة التي يستجاب فيها الدعاء هل هي الساعة الأخيرة من يوم الجمعة؟ في عدة أقوال، كل أحاديث الوردة في هذا الباب معلولة. لكن في ساعة يقينا يوم الجمعة يستجاب فيها الدعاء، ثبت بهذا الخبر، تعينها الذي فيه الخلاف. والحافظ ابن حجر يقول بعد أن أورد نحو 40 قولا فيها تعينيها، والذي يظهر لي أن النبي قال إني قد علمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر. لكن كثير من العلماء يقولون أنها بعد العصر، لكن لا يخلو الخبر من علة، والله أعلم. وإهمالوها حتى يجتهد الناس في الدعاء يوم الجمعة بصفة عامة. السلام عليكم. وعليكم مصطفى. نعم تفضل. كنت حلفت على زوجتي ان لو راحت عند اختها وزوجها هناك، او ركبت العربيه وزوجها معاها، هاخد مع زوج اختها تكون طالق، وقلت لها ان هي تكون طلاق كمان. ايوه. الحمد لله ما حصلش، يعني ما راحتش ولا ركبت، والكلام ده عدى عليه فتره بتاع 10 ايام. بس انا دلوقتي والدتها تعبانه واختها تعبانه، فانا دلوقتي عايز اتراجع السن دوت، وان هي تروح. ماذا كنت قلت؟ قلت في وقت الغضب بالظبط كده، قلت لها تكوني طالق لو ركبت العربيه مع اختك وجوزها موجود، او رحت بيت اختك وجوزها موجود، وقلت كده في يعني في سياده الكلام برضو انا مغاضب، قلت لها كوني كمان نيتي طلاق. وانت الان تريد ترجع عن الكلام ده، وهي لم تذهب. هي لم تذهب. وانت تريد الرجوع عن هذا الكلام. كف الكفارة يمين. انا دلوقتي عايز ارجع. لانه خلاص كف الكفارة يمين. الحمد لله انها ما رجعت يعني، ولا اذنت لك خلاص. الحمد لله رب العالمين يعني، وتروح عادي ما تشوفش. ايوه خلاها كف الكفارة يمين، قل لها قد اذنت لك، اذهبي وانت كف الكفارة يمين، لقول الرسول من حلف يمينا فراى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه ولياتي الذي هو خير. جزاك الله خيرا يا شيخ. بهذا القدر اجتازي حامدا الله، مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لانعم الله. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا
وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم اجعلنا من الذاكرين وأهلنا من الذاكرات يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا وأسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافرين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. واكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين فدرجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.